ورحمة الله تعالى وبركاته، كل حب والتقدير لجميع المتتبعين في مكان وفي العالم. راكم عزاز وغاليين، تقبل الله منا ومنكم من التعليقات اللي يخليكم تفاعلوا مع الفيديو. انا عرفت انه ما تربح والو في القناة، انا بغيتها باش نور الرأي العام. مؤخرا كنت في واحد اللقاء في قاعة المحامين بأكادير، وتعرفت مع واحد الأخت خدامة عند واحد المحامي، وقالت لي بأن نسبة الطلاق مهولة وشي حاجة اللي تتخلع. وبقيت نقول إما الحبيبة علاش وصلنا هذا المواصل. واليوم اتفقت أنا وياها باش تبقى تعطيني شي أحداث نناقشهم في هذا العالم الأحمر من صلب الواقع، لأن الحاجة ملي تتكون حقيقية تتوصل للقلب وتنجبدوها من المجتمع المغربي طبيعة الحال، مع ما نبينوش لا سمية لا حتى حاجة بحكم سرية المهنة. ولكن حنا ماذا بينا هذا الشيء نناقشوه ونستفدوا منه باش ما يوقعوا فيه وليداتنا. خصوص يسرى الرأي ديالي غادي نخليه لكم في نهاية الفيديو. هذه يسرى اللي دايره واحد الجزء في العالم الأحمر مع مرات الأب، بان لكم في واحد الأخت عادة داروا العقد وكان غادي مول الدار، يعني الزوج غادي بها لقاعة الأفراح، يلا سينا اللهم بارك، يعني الناس فرحانين ومجدين وكين القاعة وعرفتوا الفلوس تماك صح. فإذا بهذاك الزوج في السيارة ديالو ركب معه الأم، هما غاديين لقاعة ديال الأفراح، يعني داروا هما عقد وزواج في نفس النهار. يمني طلعت الأم ديالو ما قبلاتش، ما عجباش الحال أن الأم ديالو تركب معاه. شنو دار هذاك ولد الناس؟ ما تردد ولو لحظة وأقسم باليمين أنها ما غاديش تكون ليه مرأة. هنا إلا جيتي تحللي وتشوفي هادشي اللي وقع، نهار العرس كاين طلاق، ما تعطلش هاد السيد وما ما فكرش تم ما قبلتي ليا شمي تركب معايا، إذن اش من الخير غادي نترجى فيك انتيا. مجرد الركبه السياره تبارك الله بتهز ماشي رمو، اشنو فينا هو المشكل الا انتيا ركبت معاك الام؟ انا ماشي هادشي اللي بغيت نقول، كاينين شي بنات الناس الله يهديهم في هذا الشهر الكريم اللي تتركب في القدام والام تتركب في اللور. واش هادشي فين تبرتوه؟ فين شربتوه؟ فين شتوه؟ فين كبرتوا فيه؟ حنا المغاربه معروف علينا تنحترموا الكبير قبل من الصغير. ملي كان ما كانت عندنا السيارات كنا تركبوا مثلا غير في الطوبيس، تلقى واحد المراه كبيره تنحيدوا من بلاصتنا ونقولوا لها زيد لا انت الاولى، لقينا شي مرا حامله انت الاولى، فما بالك الام ديال الزوج ديالك تركبيها في اللور وانت في القدام؟ واش فينا هو المنطق؟ فينا هي الاخلاقيات؟ فينا هي الاعراف؟ واش حتى لهاد الدرجه ولات مات ولات العجوزه حنا تنقولوا في تارودانت العجوزه، واش حتى لهاد الدرجه العجوزه ولات مرفوضه وما مقبولاش بعد ما سهرت ليالي وطلعت هذاك الراجل راجل؟ واش هو يرجع ولا كادر اطار كبير في الدوله مثلا، ولا نقولوا خياط ولا فلاح؟ حنا لا ننتقص من اي مهنه كانت، المهم رطات لك راجل سليم في العقل وعطات لك شي حاجه الفلد الكبد ديالها، تجي انتيا وتبغي ديري ديك السيطره وديك الملكيه. انا هنا بغيتكم تعطوني الراي ديالكم، الام اللي ربات وسهرات ليالي علاش ولات مرفوضه في هذا الوسط المجتمع المغربي؟ عرفنا وكبرنا مع العريس تيعيشوا معاك في الدار، وكانت واحد الجو واحد الاسره، يعني كانت الاخوه وكانت السكينه وكانت مرات الاب بحال اختك بحال الام ديالك. كيفاش دابا ولا الصراع ان نهار الاول ما بغيت ام ديالك؟ بالله عليكم منين جبتوا هاد الثقافه منين جبتوها؟ ثقافه ديال الغرب، والله الا تتلقى النصارى تيقدروا تتقول لك سي ما بالماغ، تتقولها بكل افتخار. منين جبتوا هادشي؟ انا ما عرفت منين جبتوه، واش الافلام؟ ما عرفت انا هادشي ما تنتفرج باش نقول. اذا خوتي الاعزاز الله يخليكم، واش هادشي غادي يخليني انا نشتت الشمل ديالي وداك فارس الاحلام ديالي اللي كنت دايره في مخيلاتي وتنتمنى ولد الناس اللي هز بيا وكبر بيا ويحترمني الاحترام في الاولويات، نجي انا فرمشة عين نهدم كل شيء داك الشيء علاش؟ لان الام ركبت معايا.
والله انا ما نكذب عليكم، انا ضد الطلاق وما تنبغيش، وتنحاول نجمع ما بين الاسر، ولكن هذا الراجل تنحيه وتنقولي ليه، تنقول ليه برافو عليك، لان انت هي جات بتلعب عليك العشرة كي تنقولوا، ولقات كل الناس انت ما همكش فلوس، مهما شنو بيقولوا، قالوا القيل ما عندك ما تدير به، ولكن عطيتي درس كبير للبنات الاخرين اللي عاد في الطريق ان شاء الله غادي يكونوا اسر. ردوا البال البنات، راه ماشي كلشي الرجال تتلقاهم مسكين تيحشام، وتتلقاه ولد الناس وتيصبر على العيب وتيقول راه ربما غدا ولا بعدو غادي تدير عقلها، راه كاين الراجل اللي تيتخذ القرار في اللحظه وبدون تردد، تيقول لك بسلامه تشاو، ما تعرفيني ما نعرفك. اذا الله يرحم لكم بها الوالدين، الله يكثر خيركم. كاينين اسباب اخرى ملي تنسمعها وتنقراها، ولا كي قالت لي ديك الاستاذه والله الا تنقول من كثرت الهم تنضحك، واش بحال هادشي غادي يؤدي بينا حنا نشتتو اسره بعد ما صبرنا 30 عام مثلا، تتلقى الزوج والاسره تكونات لمده 30 عام تتلقاهم تيشتتو العلاش، علاش شي حاجه تافهه. اذا حنا كل مره غادي نديرو قصه، وحنا للعبره ماشي باش نتفرجو، وانما باش نخوضو ونردو البال ونقولو لبنياتنا وخواتاتنا وجيراننا الله يخليكم، راه الزواج هو مسؤوليه ماشي انكم تضيعوا ولاد الناس. وكذلك الرساله موجهه لولاد الناس اللي تيدوا بنات الناس وتيتكرفسوا عليهم. هذاك هذيك قصه اخرى غادي نعاودوها، ومن الواقع هادشي ماشي كذوب وانما هي من صلب الواقع. نمشوا لهاد لاله يسرى اللي دايره واحد البوز، وكلشي القنوات تيهضروا عليها، وقلت لكم انا ما تنهضرش في هاد المواضيع لانني انا ما تعجبنيش نهضر في الناس، وما تعجبنيش نتفرج بحال هادشي، ولكن العناوين الكبار بانت ليا شي روينه كبيره. انا بغيت نقول لكم الله يخليكم، راه رمضان ماشي ديال الصراعات، اللي بغى يجي يطلع القنوات ديالو ما يطلعهمش عليكم المتتبعين. انا تنعرف المتتبعين ديالي راقيين، ما غاديش يخدهم لهادشي. الله يرحم والديكم، راه رمضان دغيا تيطير. ردوا البال ردوا البال ردوا البال، فين وصلتوا مع القران؟ فين وصلتوا مع التراويح؟ فين وصلتوا مع الصدقه؟ فين وصلتوا مع افطار الصائم؟ فين وفين وفين؟ هذا الشيء اللي خصكم تردوا ليه البال. اما يسرى او مرات الاب او جوهره اصحاب القنوات، كل واحد ينش على كبالته باش طيب له، ما عندهمش هما هم ان راه تيسرقوا منكم اجمل ايام اللي هو فرصه العمر اللي هو رمضان. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من ادرك رمضان ولم يغفر له فلا غفر الله له. اذا اللي لقاه رمضان وما تغفر ليش ذنوبه لا يغفر ليه. فكروا معنا احنا ايام الزنزال شحال من عزيز افتقدناه، وشحال من أي من عزيز بغينا نشموا ريحته اليوم وما لقيناه. يعني رمضان فرصه العمر، الا ما استغليتيه دابا غادي تندمي عليه. فالله يطول القلوب والله يجمع الاسر، وردوا بالكم العالم الاحمر يدق ناقوس الخطر. تحياتي واحتراماتي للجميع.